نعم، صباح الخير صباح النور مدام. أستاذ حفيظ دراجي، يسعد أوقاتك. يا مرحبا، أهلا وسهلا أهلا أستاذ. بك، معك أنا السيدة سناء من القصر الجمهوري في دمشق. أنقل لك تحية خاصة لحضرتك ولمواقفك. الله يسعدك، الله يحفظك، هذا واجب يا سيدي، هذا هذا واجب. ونتمنى أن لا تكترث لمن لهم أبواق وخربوا البلاد. يعني هذا، يعني أنا كلفت أن أنقل تحيات كل القصر الجمهوري على رأسهم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، حفظه سلمي عليه الله. كثيرا، سلمي عليه كثيرا، والله معكم، الله معكم. لك سلام خاص أمرت أن أنقله لك من الدكتور بشار الأسد وحرمه. سلمي لي عليه كثيرا، وقولي له لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الجزائر. هذا أقل شيء، لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الجزائر الدولة. هو فقط، يعني بداية المشكلة كانت بينك وبين ما يسمى فيصل القاسم، كانت بسبب فلسطين أعتقد، صح؟ نعم، من أصلها هي قضية فلسطينية، الأصل هو قضية فلسطينية. هو وبعدين هو أنا عارف أنه النظام المغربي والمغسل كما نسميه، أنت تعرفي متاعبنا ومشاكلنا مع النظام المغربي، وشفتي أيضا الحراك اللي صار بيني وبين نظام المخزن مثل ما يسمى منذ سنة تقريبا في وسائل التواصل الاجتماعي. هناك تهكم كبير علي وعلى بلدي، وهو جزء، وأنا أعتبره جزء من هذا النظام المغربي اللي ماسك عليه أشياء ربما، وصار حتى يتكلم مغربي، حتى في تغريداته الآن ينشر تغريدات بلهجة مغربية. تقصد فالأمر فيصل، صراحة، تقصد فيصل القاسم. نعم، فيصل يكتب القاسم، تغريدات نعم، صباح النور. باللهجة الدارجة، يعني. طب اللهجة الدارجة المغربية يعني، نعم ولا نعم يفهمها أي سوري، ولا يفهمها أي سوري ولا أحد أعتقد الذين هم يتكلمون منذ عليهم قليل عربي. كتب تغريدة، أنا لم أفهمها. ماذا يقصد فيها؟ لم أفهمها. ليست تغريدة، كتب على كتب الفيسبوك، كثير. على الفيسبوك كتب. لا أعرف، ليس عندي هاتف آخر لكي أنظر إليها، ولكن لم أفهمها. يعني هل هي باللهجة لا، الجزائرية؟ هي بالمغربية، هي اللهجة المغربية، ماذا اللهجة يقصد؟ المغربية ماذا هي يقصد باللهجة. فيها؟ ماذا يقصد فيها؟ والله سامحيني، سامحيني، نعاود نطلع عليها في تليفون آخر، وممكن نقول لك ماذا يقصد بها. لا أعلم. سامحيني بس دقيقة. لا، تفضل تفضل، أنا معك، أنا معك. اللي فيه الفز كيقفز، ماذا يقول؟ اللي فيه الفز كيقفز، هو أي، معناتها ما معنى، بالمغربية ما معناها؟ معناها اللي فيه في نفسه شك، هو اللي يرد، يعني هو اللي أها، يرد أنا الفعل لم أفهمها، تقريبا. يعني هذا أنا لم أفهمها، وكلفت أن أسأل حضرتك ما معناها يعني. أبدا أبدا سيدتي، أبدا. الله يحفظك، الله يحفظك، ويومك جميل إن شاء الله. شكرا جزيلا على أشكرك، التواصل. أشكرك جزيل الشكر، أشكرك أستاذ حفيظ دراجي، أشكرك جزيل الشكر. دعني أقول لك شيء مهم أيضا أستاذ حفيظ، أنت علم ولا يهمك نباح الكلاب، أبدا أبدا لا يهمك نباح أبدا الكلاب، سيدتي، أبدا. لا يهمك. دعني أقول لك شيء أيضا هام جدا أستاذ حفيظ دراجي. أستاذ حفيظ دراجي، للأسف أنت خسرت نفسك وربحت الوقوف مع الديكتاتوريين. أنا ميسوم بير أدار، وهذا اعتراف منك بأنك عميل لنظام قتل شعب وشرد شعب وهجر شعب. يعني فعلا خسارة كبيرة إنه إنسان مثلك متمكن بالحياة أن يكون مع أنظمة ديكتاتورية قاتلة مجرمة. وأنا أتشرف بالدكتور فيصل القاسم وأمثاله، وهو تاج فوق رؤوسنا نحن الأحرار. بس هذا الشيء اللي حبيت أوصل لك إياه، إنه سهل جدا إنه الواحد يضحك عليكم، كتير سهل، لأنه أنتم من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. تعرفوا المثل هذا يا أستاذ حفيظ؟ سكر سكر الأستاذ حفيظ دراجي بعد ما أكل الصاروخ الأرض جو. كان معكم حفيظ دراجي وميسوم بيرقدار.